هلا وسهلا. لو عندك الآن أي قياسات تبي تاخذ أطوالها، ما يحتاج أنه يكون معك متر أو شيء، من خلال البرنامج هذا تقدر تاخذ قياسات أي شيء. البرنامج هذا طبعا يعطيك القياسات بشكل مجاني، وفي برضو بعض الخدمات اللي تكون مدفوعة. احنا اللي يهمنا في التطبيق موضوع احتساب الامتار بالنسبه للغرف الاسياب او اي شيء. مجرد ما تروح مثلا لطرف الغرفه وتحسب، تضغط على الشاشه ضغطه بالطريقه هذه، وبعدين تروح للطرف الثاني وتضغط برضه ضغطه بالشكل هذا، راح يطلع لك السيب هذا كم عرضه. مثل ما احنا شايفين 3 متر و44، بالغالب يكون هذا القياس دقيق، وتقدر تقيس عليه حتى الامور اللي تكون بارتفاع بالشكل هذا مثلا بالطريقه هذه، يعني حتى الارتفاع ممكن انك تقيسه بالشكل هذا. طلع عندي تقريبا الارتفاع 5 متر و.88، وهكذا تقدر تقيس أي شيء موجود عندك سواء مربع أو سواء بخط مستقيم من خلال هذا التطبيق. أتمنى إن شاء الله أنه يفيدكم. راح أنزل لكم رابط التحميل بالسناب الجاية، وهو مجاني بالأب ستور. وتحياتي للجميع.